نشوف الناس المتسابقين النهارده اللي خدوا معانا العشرة تيكت مقصوره. 10 تيكت مقصوره. الفائزين معانا النهارده نعرضهم على الشاشه، مسموح يلا ولا ناخدهم تليفونات؟ احمد محمود، تريكا هدفين. احنا كنا طبعا قلنا يا جماعه المسابقه مين احرز اخر بطوله او مين احرز اهداف اخر بطوله للنادي الاهلي خدها، طبعا انتوا عارفين طبعا كان النجم الكبير ابو تريكا، النجم الجميل محبوب الجماهير وعشاق الجماهير، وكمان النجم احمد عبد الظاهر لاعب الاهلي السابق ولاعب نادي المقصه الحالي، احرزوا هدفين وتوج الاهلي بهذه البطوله. ده كان سؤال المتسابقين. طبعا ما شاء الله زي ما قلت لكم هنا 12000 كومنت. اول يلا هات لنا اول مين؟ سعيد عصام. يا سعيد عليكم السلام، مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. بكره ان شاء الله الاعداد هيتواصل معاك عشان بكره ان شاء الله تيجي وتتسلم كمان التيكت بتاعك معايا على الهوا. احنا بكره قاعدين معاكم يا جماعه من 7 ل 12، يا رب ما تزهقوا مني، يعني بكره يوم طويل جدا. سعيد عصام قدامك اهو. قال ازاي تقدم محمد ابو تريكه للاهلي من ركله جزاء او من ركله حره مباشره اسف، وفي نهايه المباراه تعادل فريق اورلاندو نتائج الذهاب بالتعادل. ده كان في الدور او في مباراه الذهاب. في الإياب طبعا كسبنا المباراة 2-0. شكرا يا سعيد، بكرة إن شاء الله هتيجي تستلم التيكت بتاعك معانا على الهوا إن شاء الله. يلا هاتوا اللي بعده. ها معانا مين؟ ها شوفوا يعني كمان أنا محضر لكم كمان إن شاء الله مفاجأة، كمان مسابقة جميلة جدا هتعجبكم، هتعجبكم إن شاء الله. يعني نسقتها مع نجم كبير جدا إن شاء الله. بقى مش عايز 12000 كومنت، أنا عايز مليون كومنت على الأقل عشان تاخدوا الحاجه ان شاء الله اللي علينا عنها في نهايه هذه الحلقه. زي ما قلت لكم ما شاء الله ما شاء الله الناس كانت مقبله جدا، ان شاء الله ان شاء الله هحاول ازود بعد كده التيكت طالما في اقبال كده. وانا عارف ان في ازمه على التيكت، لازم تعذروا الناس يا جماعه، تعذروا الناس. احنا بناخد 50000 منها 30000 والباقي في بقى دعاوي، وفي منها الفريق الوداد 50000، واحنا ما شاء الله الاهلي يعني شعب، الاهلي دوله، فاكيد اعذروا الناس. 50000 قليل قوي، قليل قوي. كان زمان بقى بال 100000 تيكت والناس بتروح تشتري، دلوقتي عشان الموضوع يعني، فاعذروا الناس شويه. ممكن تعرضونا الاسماء يا جماعه؟ عبد الرحمن صابر. عبد الرحمن اهلا بيك. الو اهلا بيك يا عبد الرحمن. عليكم السلام، مبروك. ممكن توطي، ممكن توطي التلفزيون شويه وتشوفني وبعد كده تسمع عندك اعاده. تمام. بكره ان شاء الله الاعداد هيتواصل معاك عشان تيجي تستلم التيكت بتاعك على الهواء ان شاء الله مباشره معايا من الساعه 7 ان شاء الله تبداوا تيجوا. ده كان عبد الرحمن. احنا يا جماعه طبعا عشان نبقى فيه مصداقيه، وانتم عارفين ان فيه مصداقيه من غير حاجه كل الكلام، او ده السكرين شوت. ده كان طبعا دخل على صفحه النادي الاهلي وكتب التعليق بتاعه، وطبعا كان من ضمن اللي اخترناهم يعني باي لك. طبعا اخترنا اختيارات، كل الاختيارات كلها كانت عشوائيه. انا العالمي ومحدش توامي. بص يعني، يعني طبعا يعني هو معانا على التليفون. يعني انت كسبت، مش عارف انا العالمي ومحدش توامي. احنا لقيت بصراحه يعني لافت نظري اسم الاكونت بتاعه، انا العالمي ومحدش توامي. ماشي، مبروك عالمي ومحدش توامك. بكره ان شاء الله تيجي تستلم الجايزه بتاعت التيكت بتاعتك ان شاء الله معايا من الساعه 7 تكونوا متواجدين عشان تستلموا التيكت بتاعكم. ها مين معانا تاني؟ احنا طبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم، يعني مش عايز اقول لكم احنا بنتواصل دلوقتي معاكم على التليفون مباشره عشان تعرفوا ان احنا فعلا بقى في مصداقيه. وقعدنا 12000، قعدنا بقى يعني كل 500 ناخد واحد وكل 1000 ناخد واحد، وحسب ما بيطلع معانا بقى يعني تيكت للماتش الاهلي والوداد في المقصوره. فيعني حاجه كانت تستاهل ان انتوا تحاولوا، وتحاولوا كتير كمان. يعني كنت بلاقي واحد بعت بدل الاكونت بدل الكومنت 50 كومنت مثلا، يعني بعت مره واثنين وثلاثه، يعني يعني خدني يعني عشان خاطري خدني يعني. فاكيد كان بيلفت نظرنا، بنلاقيه كتير فبناخده. طيب معانا ايمن. استاذ ايمن اهلا بيك. الله يسلمك يا كابتن، الله يبارك فيك. ايمن كان متواصل على تويتر معانا على صفحه الاهلي على تويتر. ان شاء الله ايمن ابو تريكه واحمد عبد الظاهر في القاهره، والذهاب احرز ابو تريكه. نعم يا فندم. ماشي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن حميد، الله يخليك. شكرا شكرا. ان شاء الله بكره تجي لنا الساعه 7.
يلا ماشي قفل. ها شوفوا لنا كمان يا جماعه يلا علشان احنا مسهرين الناس والناس عايزه تعرف احنا محضر لهم ايه. ها نقول بقى ولا لسه مصلوح؟ لسه يلا. يعني احنا بنتواصل معاكم دلوقتي، انتوا نمتوا ولا ايه يا جماعه؟ احنا لسه الساعه كام؟ الساعه 1 الا ثلث وبكره الجمعه يعني ايه؟ وبعدين في تيكت وفي حاجه جميله ان شاء الله محضره لكم، يعني المفروض كنتوا تستنوا يعني ان شاء الله ان شاء الله ماتش. انا عارف انكم كلكم قاعدين وايديكم على قلبكم وخايفين ان شاء الله يا جماعه. الاهلي قدوا قدود، الناس اتكلمت وقالوا يا جماعه احنا طلعنا اتكلمنا والناس وحاسين ان مفيش يعني تركيز. لا اطمنوا خالص، الاهلي بقى عارف هو بيعمل ايه. المدير الفني كابتن حسام اللي بندعي له ربنا يا رب يشفي بنته ويقومها بالسلامه، والف سلامه عليها. انا نسيت اقول انا اسف يعني جدا، بس اكيد طبعا كل الناس بتقول له الف سلامه على بنتك وان شاء الله تقوم يعني احسن من الاول كمان يا كابتن حسام، الله يكون في عونك. كابتن حسام عارف هو بيعمل ايه، الجهاز الفني عارف هو بيعمل ايه، اللعيبه عارفه بتعمل ايه، اللعيبه قمه الالتزام، اللعيبه بينها وبين العرس الافريقي الكبير اللي بيستناه كل الجماهير الاهلاويه، بينها وبينه خلاص درجتين والاهلي ياخد الكاس الغاليه قوي، الكاس بتاعت كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وطول ما وراه جمهور كبير وطول ما وراه ناس من جواها بتدعي بجد بجد، ان شاء الله الاهلي هيتوج بهذه البطوله. ما تخافوش ابدا على ناديكم، ما تخافوش ابدا على فرقتكم، طول ما وراها جماهير. ودايما بكرر وبقول الجماهير هي الاساس، الجماهير هي الفرح، الجماهير هي الروح، الجماهير اللي بتطلع كل حاجه حلوه من لعيبه الكوره، الجماهير اللي بتطلع الحاجه اللي عمر ما في حد بيطلعها، ولا مدير فني ولا مليون مدير فني ولا يعني جوارديولا نفسه يقدر يطلعها الا بالجماهير. وشفتوا الفرق، وانا قلت قبل كده ان ال 50,000 اللي راحوا برج العرب هم كان ليهم نتيجه ايجابيه جدا في الاهداف السته اللي خدها النجم الساحلي. على يلا قول لي الاسماء بقى يلا كلها. يلا دي الاسماء يا جماعه، احمد محمود يلا على طول. طيب احمد سمير معانا، احمد سمير اهلا بيك. ازيك يا كابتن؟ ازيك انت؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا كابتن. هتعمل ايه بالتيكت؟ هنكسب ولا ايه؟ هتعمل ايه بالتيكت الاول؟ هروح الماتش طبعا. احمد سمير قدامكم يا جماعه على الشاشه اهو، مباراه الاياب، مباراه الذهاب انتهت 1-1 واحرز هدف محمد ابو تريكه النجم الكبير، والاياب كان في استاد المقاولون العرب، الراجل كاتب بالتفصيل هدف النجم الكبير ايضا محمد ابو تريكه عاشق القلوب او يعني معشوق القلوب، واحمد عبد الظاهر وتواجنا ببطوله افريقيا والتي اعتزل فيها ابو تريكه بعد هذه المباراه. شكرا جدا يا احمد السمير، ان شاء الله بكره تشرفني من الساعه 7 عشان تستلم التيكت بتاعتك على الهواء معايا. شكرا يا احمد. يلا نكمل اسماء الناس. ده كان احمد سمير. ايمن برضو قدامكم على الشاشه. يلا سعيد عصام، محمد ابو زيد، ابو تريكه واحمد عبد الظاهر، الراجل اختصر. مهدي محمد برضو كاتب بالتفصيل. مينا هاني، مبروك يا مينا. مصطفى رشدي، مبروك يا مصطفى. مصطفى لا استنوا يا جماعه، استنوا. هو مصطفى لا، مصطفى ما كسبش. مصطفى انتوا ممكن تجيبوه على التليفون. مصطفى قال ايه يا جماعه؟ 4,000 تعليق وانا اللي هكسب منهم، والله لو 11 منهم او 10 هيفوزوا ما هكسب برضو انا فقري. على العموم تريكه هدف في الذهاب وخلص 1-1، والاياب تريكه وعبد الظاهر، ويا رب اكسب لان عمري ما حضرت ماتش في الاستاد ونفسي احضر، والرقم اهو. ولو ما كسبتش خدوا بخاطري باي حاجه، لو حتى هتحول لي 10 جنيه. خلاص يا مصطفى انا اختار الاختيار الثاني لان في ناس محتاجه فعلا التيكت. انا هدي لك 10 جنيه، هحول لك 10 جنيه على رقمك، ونسيب التيكت للناس اللي عايزاه طالما انت داخل تهزر بقى. يلا ياسين مصطفى مبروك. يوسف شرف، ارهابي القلوب محمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر امام فريق اورلاندو، ورقم الفون طبعا احنا هنكلمك عليه بكره ان شاء الله الساعه 7. كده 10 تيكت راحوا للناس اللي كسبوا معانا النهارده او المتسابقين اللي كسبوا معانا النهارده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يروحوا كده ويتمتعوا بالاهلي هو بيكسب، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب ويفرحكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه الناس دي تيجي تاخد التيكت الساعه 7، عندنا من 7 ل 12 ان شاء الله معاكم، ويجوا يشرفونا في الاستاد علشان ياخدوا التيكت بتاعهم في استاد الاهلي. استاد الاهلي يا جماعه في قناه الاهلي، هيكلموكم فريق الاعداد وهيتواصلوا معاكم. طيب عايز اقول لكم ان شاء الله توقعوا نتيجه الماتش القادم الاهلي والوداد، توقعوه بالاهداف بالاسماء عشان نصعب الموضوع شويه،
واللي هيكسب هياخد تيشيرت النجم الكبير عماد متعب. متوقع عليه من عماد متعب، انا اتواصلت معاه وقال لي ان هو يعني هيكون مبسوط جدا جدا ان هو يدي التيشيرت بتاعه للي هيفوز، وهحاول كمان هحاول اجيب لكم تيشيرت ازارو. ده برضو وعد كمان مني، يعني كده اتنين تيشيرتين، النجم الكبير عماد متعب والنجم الكبير وليد ازارو، وممكن اجيب لكم كمان تيشيرت كمان لاحمد فتحي. عايز مليون كومنت اللي يا جماعه هنكسب 2-0 ان شاء الله يعني، او 3-0 اللي جاب الاهداف كذا وكذا وكذا. غير كده بقى يعني اكيد كله هيستنى عماد متعب وليد ازارو واحمد فتحي. ان شاء الله ان شاء الله كل الدعوات للنادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي العظيم وجمهوره العظيم. ان شاء الله دايما بنقول ادعوا من جوه القلب وقولوا يا رب دايما يفرح مصر ويفرح الابطال ويفرح النادي الاهلي وجمهوره الكبير. ان شاء الله ان شاء الله مستنيكم بكره من 7 لـ 12 قاعدين بكره. عايز اسئلتكم اي حاجه انتوا عايزين تسالوها عنها، معانا ضيوف كتير بكره هنجاوبكم على كل الاسئله، هنعرف القائمه المرشحه ونعرف التشكيل الاقرب للكابتن حسام بدري في مباراه الوداد ان شاء الله اللي هتكون بعد الغد ان شاء الله. كل الدعوات مره ثانيه، ودايما قولوا يا رب من جوه القلب دايما مشرفني ومنورني على قناتكم قناه الاهلي. تصبحوا على الف خير.